واشنطن تؤمن بأن بنيامين نتنياهو سيتخذ خطوات ذات مخاطر من أجل السلام مع الفلسطينيين. هذا ما أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب لقائه مع رئيس الوزراء، مؤكدا أن علاقات إسرائيل وواشنطن لا يمكن كسر وثاقها. وقال أوباما إن إدارته لن تطلب أبدا من إسرائيل اتخاذ خطوات تضر بأمنها، فيما اتفق أوباما ونتنياهو في قولهما إن الوقت أزف لمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين قبل نهاية سبتمبر، حيث ينتهي الوقف المؤقت الذي أعلنته إسرائيل لبناء المستوطنات. لقاء تأجل وعلاقة تأزمت بعد حادثة الاعتداء على سفن الإغاثة، وها هو نتنياهو يعود للبيت الأبيض هذه المرة وسط ترحيب دافئ، حيث سيدعوه أوباما إلى الغداء وسط صور وتصريحات للإعلام. فوتيرة التوتر بينهم قد تخف على الأقل في العلن، لكن مواضيع النقاش وحدها كافية للإبقاء على الخلافات. الإدارة الأمريكية تريد من إسرائيل تمديد تجميد المستوطنات بعد سبتمبر حتى تمكن الطرفين من الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. إيران وتخفيف الحصار على غزة أيضا من المواضيع المطروحة، لكن البحث في إطار الأمن والحدود قد تشكلان نقطة الانطلاق. هنالك مقايضة ممكن أن تحصل، الانتقال من المفاوضات الغير مباشرة، مفاوضات الجوار، إلى المفاوضات المباشرة من ناحية، ومن ناحية أخرى قضية توقف الاستيطان. الإدارة الأمريكية أبدت تعاطفا مع إسرائيل في عدم فتح تحقيق دولي في حادثة الاعتداء على سفن الإغاثة، وقد تستعمل هذه كورقة ضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات. هنالك نقص في مصداقية عملية السلام ومصداقية علاقة الإسرائيليين بالفلسطينيين، وهذا النقص يجب أن يكون هنالك تحسين في الحياة اليومية للفلسطينيين. وأمنت الإدارة أيضا موقفا متجاوبا مع المطالب الإسرائيلية في قضية فرض عقوبات جادة على إيران. في المقابل ستطالب الإدارة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين وبالتحديد في غزة. ومن ناحية أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز على أن وزارة المالية الأمريكية أعطت تخفيضات ضرائبية لبعض المواطنين الأمريكيين ساهمت في بناء المستوطنات. نادية البلبيسي، MBC، واشنطن.